ايوه تفكين تفكين اهدي فيها اهدي فيها مره ما عندنا باهل انه مصامل تنشدني عنها وشاكه في الموضوع وانا قلت لها هذا كمين كمين ما هو بحقيقه كمين صح ذكرتني انا جايه بالطريق جتني رساله من واحده اسمها وضحه تقول انها صامله وتقول انها مديره اعمالك يوك وكل موضوع دخل فيه وكاله الانباء واضحه لا والله اللي خربت كل شيء مين وضحه لا والله لا تعرفينها خليها على فالها ما انا بنعرف عنها جميع حاجه خلينا في مشاريعنا خلينا في مشاريعنا صح اسمع بسالك سؤال الحين الناقه اللي تقول انك مهديها كم تنسام سعرها 20 مليون لكن الرجال ما عرفتها للبيع واو 20 مليون طيب عندك اغلى منها علمها علمها عندك اغلى منها ولا لا انا بنت ابوي بنته يا بصام الله خليك تشري جميع حاجه تفكري فيها ما يفتحيها وش انا من المجنون هذه المجنون هذا بقرت في بسنونك ليه تبلع العافيه يا بصام الله خليك تشري انا كان بيني انا وياها جلسه عمل لا والله جلسه عمل يا بصام الله خليك تشري احنا ما خرجنا جلسه اعلان 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 ودياله دياله ابغى شلون اكتب اسمها ولا شلون ينقرا عاني والله لو ان تودي في محلي اني لا طعال غاربت اسلابت وين هو بالشنطه طلعيه بالشنطه طلعيه مصوري قولي ما فيها مصامل وما في ناقه شاهد رمضان معانا.